بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عادات وهوايات تؤثر سلبا على العفاف. العفاف الاجتماعي أيها الإخوة حلقة متكاملة، إذا خرقت من مكان انفرط عقدها وتناثرت حباتها من سائر الأمكنة. يحدث أن بعضنا لزم عادات أو هوايات أو أعمالا، وهذه العادات أو الهوايات أو الأعمال تؤثر سلبا على العفاف من حيث يدري هو أو لا يدري. كنت قبل أيام طلبت من الإخوة على صفحة التواصل الاجتماعي أن يذكروا لنا بعض عاداتنا التي تعزز العفاف والتي نشأنا عليها في العفاف، فكتبوا أشياء حسنة. الآن طلبت إليهم أن يكتبوا لنا بعض العادات التي يراها الإخوة والأخوات، والتي فعلا نحن نراها، والآن ستسمعون هذه تسيء إلى عفافنا. أنا الآن سأسرد عليكم بعض هذه العادات أو الأعمال أو الهوايات. المتوقع من كل أخ أو أخت يسمع هذه الكلمات ويرى في نفسه أنه يعمل واحدة منها، نحن نرجوك ما دمنا في رمضان أن تنسحب من هذا العمل، من هذه العادة، من هذه الهواية. وإن كان قالوا ترك المألوف أشد من ضرب السيوف، يعني إذا اعتاد إنسان شيئا يصعب عليه أن ينسحب منه، بس نحن نريد إليك أن تبذل جهدا إضافيا من أجل أن تنسحب من هذه العادات، لأنها بالفعل تؤذي المجتمع وتؤذيك وتؤذينا من حيث تدري أو لا تدري. والكلام للرجال والنساء الذين يحضرون أو الذين يسمعون الآن أو الذين سيسمعون. وأنا أطلب إليكم أن ننشر هذه الكلمات، نحن نجتهد يعني أن تنشر بكثير من الأنواع. وآخر ما استطعنا أن نقدمه إليكم هذه الملخصات عن هذه المحاضرات، توزع عليكم على أبواب المسجد، ونحن تباعا نطبعها إن شاء الله ونوزعها عليكم. بس كل هذا الكلام يعني يتحقق قيمته عندما تعمل أنت. عادات وهوايات وأعمال تؤثر سلبا على العفاف. الضحكات العاليات في الشوارع هذه لا تليق بالعفاف ولا تليق بالحياء. أحيانا مجموعة أصدقاء يمشون مع بعضهم أو يركبون في واسطة نقل عامة، يتحدثون مع بعضهم بأحاديث، يضحكون، لكن هذه الضحكات تكون عالية تؤذي من هو راكب في باقي الحافلة. الآن إذا كانت هذه الضحكات تصدر من النساء، من السيدات، هذا شيء مزعج، وهذا شيء يتنافى مع الحياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، هناك تبسم وهناك ضحك وهناك قهقهة. التبسم أن ترتسم ابتسامة على فمك من دون أن تظهر أسنانك، الضحك تظهر الأسنان من دون صوت، القهقهة تظهر الأسنان مع صوت. هذه غير لائقة خاصة إذا كنا في أماكن عامة. الأرجيلة وخصوصا في الأماكن العامة، أولا الأرجيلة حرام بلا ريب، بلا ريب هي مؤذية باتفاق كل الأطباء، هي ضارة باتفاق الفقهاء أن الله عز وجل يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. وإذا كانت هذه الأرجيلة يعني من النساء في أماكن عامة فهي أسوأ وأكثر إراقة للحياء على الأرض. يعني إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، ممكن الواحد يبتلى، هذه معصية يعني هو مبتلى بها. يا أخي إذا ابتليت اختبئ، توارى، لا تظهر نفسك. أما ما معقول تقعد بقهوة على الرصيف وتشرع هذه الأرجيلة والمرة كلهم يمرون وينظرون إليك، وكأنك تريد أن تقول لكل المارة انظروا أنا أعصي الله هنا، وبسببك ربما قلدك آخرون.
والأخت شيء عجيب من أخت من سيدة يعني تحمل الأرجلة وتجلس على الرصيف على قارعة الطريق من أجل أن تري الناس ما تفعل، إنك تعصين الله بهذا الأمر أولا، ثانيا تريقين الحياء على الأرض، ثالثا تؤذين العفاف الاجتماعي. المشي بالشوارع بقصد المشي من دون هدف مع التمايل والتكسر والخضوع، هذا يريق العفاف على الأرض. ليكن مشيك قصدا، ليكن مشيك لهدف، رايح لتشتري غرض، رايح لتقابل إنسان. الفتاة أنت ذاهبة من أجل أن تقابلي صديقة، من أجل أن تشتري حاجة، من أجل أن تقضي حاجة لك أو لأسرتك. أما صديق بدق لصديقه بيقول له انزل نتمشى، بيتمشوا ساعتين في الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، ما حدا يقعد في الشوارع. يا جماعة في شيء، يعني نحن من زمان إذا أردنا أن ننقص من شأن إنسان نقول هذا ابن شوارع، يعني هذه سبة عندما يقال فلان ابن شوارع، هذه سبة لهذا الإنسان. الآن تفتح مطعم بينكتب يعني مطعم على الرصيف، عجيب، وبيجوا الناس بيقعدوا على الرصيف، ما بيليق بك، ليس من مستواك ولا من مقامك ولا من نسبك العالي أن تجلس في الشوارع وعلى الأرصفة. يا رجل على الأرصفة في أشخاص أنت تعرفهم من يجلسون، اجلس في بيتك، اجلس في بيت صديقك، اجلس في بيت قريبك، اجلس في مكان يتلائم معك. أما في مكان يعني يراك به الكبير والصغير والوجيه وغير الوجيه، أعتقد أن مكانك أكبر من هذا. إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال أما إذ أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق؟ ليش كمان الطريق له حق؟ ماشي الحال في حق للوالدين وحق للزوجة وحق له، بس كمان الطريق له حق؟ لكن المسلم يا أخي إنسان رفيع جدا ومستوى عالي جدا. قال أعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إعطاء النساء أرقام هواتفهن للرجال، هذا شيء يؤذي العفاف. أن نجد رقم هاتفك موجود مع شي 50 رجال، ما المبرر؟ قال زمالة وصداقة. خطأ، خطأ لا يليق بك. كل فتاة أذنت أن يخرج رقم هاتفها إلى مجموعة من الرجال فلا تلومن إلا نفسها إذا جاءتها كلمات ساقطات. الدين والشرف والبلد والعفة وضعت حولها سورا، لكنها هي هدمت هذا السور وراحت توزع أرقام هواتفها على من هب ودب. فإذا جاءك من الكلمات ما يكون فيه نقص فلا تلومين إلا نفسك. بعدين يا أيها الشباب الآن أنتم مريب أن نفتح جهاز جوالك فنشاهد أسماء بنات لا علاقة لك بهن، يعني ليست أمك ولا أختك ولا زوجتك ولا خالتك ولا عمتك. من هذه؟ قال هي زميلتي وهي جارتي وهي والله بروح أنا وياها على القهوة وهي مريب. هاد زوجتك لو فتحت جهاز الهاتف وقرأت أسماء هؤلاء ماذا ستقول؟ ستتهمك، وأنا شخصيا سأتهمك. قد أنا يعني أتفهم بأنك أحياناً بعض الإخوة له عمل، مثلاً هو طبيب ويوجد ممرضات رئيسات أقسام في حجز لعمليات، هو له عمل معهن. ممكن أنا أتفهم هناك مركز للتعليم فيه مدير وفيه مدرسات. إذا كتبت أسماء البنات في هاتفك لا تكسر جدار الحياء، ما تكتب يعني هذه الموظفة، هذه المدرسة، هذه الممرضة، هذه الدكتورة اسمها مثلا هدى فلانة، لا تكتب على جهاز الهاتف هدى فلانة، اكتب السيدة هدى فلانة، الدكتورة هدى فلانة، الآنسة هدى فلانة. ما مسموح لك أبدا أن تكسر حواجز الحياء. بس والله أخي الغربيين هيك لما بيحكوا مع بعض، كيفك هدى؟ صباح الخير محمد.
الغربيون ما عندهم حواجز عفة إلا ما رحم ربي، أما أنت موجود في مجتمع عفيف، احترم الحاجز الذي بينك وبين هذه الفتاة. قال هي زميلتي بالجامعة، أصلا زميلتك من أذن لك أصلا أن تكتب اسمها على جوالك؟ ما مسموح على الإطلاق. وأنت أيتها الأخت حافظي على الجدار الفاصل بينك المادي والمعنوي، بينك وبين الرجال احتراما لك واحتراما للآخرين، من أجل أن نبقي العفافة داخل المجتمع. عمل النساء بأماكن لا تليق، ما بليق يا أيها الإخوة. الفتاة عندنا محترمة والمرأة عندنا لها مكانة. أنت يا أختي لا ترضي أن تكوني مبتذلة تدعين من أجل أن يستقطب بك الزبائن، وأنت تعلمين أنت موجودة ليس لعملك 100%، أنت موجودة لاستقطاب الزبائن. أنت كالطعم الذي يوضع في السنارة، كالسمك المطحون الذي يوضع في السنارة من أجل أن يؤتى به باقي السمك، موجودة لهيك، كوني على علم وإنك تعلمين. لكن من جعل نفسه رخيصا فلا يلومن إلا نفسه. طيب، توصيل الطلبات في غيبة الرجال إلى البيوت هذا أمر يسيء للعفاف. البيت لا يوجد فيه رجل، بأي حق يأتي هذا العامل، هذا الموظف، هذا الأجير في مطعم يوصل إلى بيتك الطلبات؟ نصيحة يا أيها الإخوة، وأنتم خبراء أكثر مني وتسمعون قصصا عجيبة، لا تدل على بيتك إلا من تعرف عفته وشرفه. أما أجير صاحب المطعم يوصل الطلبات إلى بيتك، من هذا الأجير؟ أنت ما تعرف من هو، جيد، سيء، خير، شرير، كيف دللته على بيتك وعلمته كيف يقرع الباب؟ والله يستر سيدة البيت كمان ما تدخله أحيانا، خطأ، هذا يسيء للعفاف. أنت أوصل أغراضك بيدك، ابنك يوصل أغراض بيتكم بيده، يا سيدي أخروا شراء الأغراض، بكروا شراء الأغراض، لكن أبقي لبيتك حرمته، لا يدخله من له رفعة ومن ليست له رفعة. تأديب الأولاد في الشارع، أحيانا أب ينزعج من ابنه في الطريق، يؤدبه وممكن يزجره، ممكن ينهره وربما ضربه، هذا أمر يسيء إلى العفاف وإلى الحياء، وربما يعني يؤذي حياء الولد وهيبته من الناس. مرات الأم مع بنتها تفعل هذا في الطريق، هذا غير مناسب، انتظري حتى عودتك إلى البيت. البقاء متأخرا ليلا خارج المنزل، الطرف الرذيلة، أحيانا في بعض شباب مع بعضهم البعض يتكلمون بنكات بطرف لا تليق، ليست عفيفة الكلمات. لو كنا رجالا مع بعضنا البعض، الحياء مطلوب سواء كنا رجالا أو كنا نساء، وسواء كان رجال مع نساء، لابد من يتكلم بطرفة أن تكون هذه الطرفة تليق بإنسان صائم، تليق بإنسان مصلي، تليق بإنسان ذاكر لله عز وجل. وما بدي شيء يا شباب، يعني لما أنا بيجي رفيقي بيحكي معي كلمة أو نكتة عفوا رذيلة، ما بتضحك، ما بتضحك، لأرسل له رسالة أن مستواي أعلى من هذا بكثير، مرة ثانية ما عاد بيجيب لي هيك نكتة، أما وإنك ضحكت معناته المرة القادمة سيأتيك بأمثالها. كشف العورات في أثناء الرياضة والسباحة، أنا أريد أن أسأل في كرة القدم، هل الهدف أن تدخل الكرة في السلة أو في الشبكة، أو الهدف أن تظهر أفخاذ الرجال؟ يعني ما هو الهدف من رياضة كرة القدم؟ من كرة السلة ما هو الهدف؟ يعني الهدف أنه تدخل الكرة في السلة لما لازم أنه لابد أن يكشف الرجل عورته حتى يصير رياضي صحيح. الرياضة من أجل الرياضة، بجامعة الرياضة التي يكون فيها عدم كشف للعورات هي الصواب. السباحة، رجل يذهب إلى المسبح، لابد أن يكون المسبح يليق بك. سنأتي إن شاء الله إلى مبحث ننتظر دخول العشر، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. لو كنت أنا في المسبح أنا أسبح بهذا السروال، أخي بس بتلبك، بتدرب مرة ومرتين وثلاثة وبعدين يمضي الأمر، ما بستطيع، إذن لا تسبح، ما في مشكلة. هذا إذا كنا نتكلم عن الرجال. الآن النساء
شيء عجيب أن تسمع بأن امرأة مسلمة تقول بأنها تحب الله ورسوله تذهب إلى مسبح ومسبح مختلط، شيء عجيب. حتى إذا قال زوجها كيف تذهبين، تقول أنا حرة في جسمي. الله أكبر يا جماعة، هذا كلام هل ما بعرف إذا يصدر عن مسلم أو عن لا ديني، ما بعرف إذا هو مقبول عند إنسان أو عند مخلوق آخر. العفة تتحطم جدرانها في مثل هذه المواقف ومثل هذه الكلمات. آخر ما أقرأه عليكم اليوم وسأبقي ما تبقى لجلسة الغد، إلصاق أصحاب المحلات صور نساء بهدف البيع أو الملكانات. رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الخير، تنزل إلى محله بالسوق بتلاقي صورة امرأة على طول الواجهة. ما هذا؟ قال والله هي بتجينا مع البضاعة دعاية، يعني منحطها هيك نستقطب بها الزبائن. أنت تؤذينا جميعا، سامحني ولا تزعل مني، سيحاسبك الله. والله في كل دقيقة محطوطة الصورة على المحل، والله الذنوب تنزل في صحائفك. صحيح أنت صائم وتأخذ في كل دقيقة حسنات، بس بالمقابل طول ما هالصورة محطوطة على هذا الجدار أنت محاسب. يا شباب الذين يعملون في التصميم، والذين يعملون في الإعلان، والذين يعملون في برامج الفوتوشوب، والذين يعملون في برامج الإعلام والإعلان، والله أنتم مؤاخذون. إذا صممتم غلاف أي علبة عليها صورة امرأة كاشفة العورات، ما بليق، لا اعتذر، اعتذر. صاحب محل، صاحب ماركة، أنت مسلم وتحب الله ورسوله، ليش عم تحط هذه الصورة؟ قال هيك، يعني هيك الغربيين بيساووا. الغربيون متفلتون من دياناتهم، أما أنت منضبط بدينك يا رجل. أخي هيك اقترح علي المصمم، يا رجل كن عزيزا، أنت عم تدفع مصاري، أنت بتنباس إيدك، افرض شروطك، قل له أنا بدي صورة ما فيها كشف عورات. إن مما يسيء لعفافنا أنك تشوف شاشات إعلان محطوطة في الشوارع عليها لباس داخلي للنساء. سامحوني إني أستحي أن أقول هذه الكلمة، لكن الذين عرضوها لم يستحوا، ما استحوا لا يشوف لا ابني ولا ابنك ولا بنتي ولا بنتك ولا مرتي ولا مرتك. أليس عيبا؟ من هذا الذي رسم والذي صمم والذي أعلن والذي اشترى والذي باع والذي سوق؟ كله نحن الذين فعلنا، يعني ما حدا عم يجي من بلاد غربية بيساوي هالأمر وبيرجع. نحن الذين نفعل، نصلي اليوم في المسجد التراويح وغدا في الصباح ننزل نكمل التصميم. يا أيها الإخوة، هذا أمر يريق الحياء على الأرض، يذهب بالعفاف، ونحن نخاف على هذا البلد، نخاف على أبنائنا، نخاف على بناتنا. يا أختي أنت لا تسمحي. بعض الأخوات هنن عندهم محلات، هنن تعمل في محلات، هي مصممة، لا ترضي أن تصممي صورة امرأة. أهكذا تبتذل المرأة وتصير سلعة؟ وأنت تعلمين وتسمعين كيف صار، إذا بده يبيع حذاء بحط صورة امرأة، ما علاقة المرأة بالأحذية؟ بده يبيع معجون أسنان بحط صورة امرأة، ما علاقة المرأة؟ المرأة تبتذل إلى حد معجون أسنان؟ نكاشة أسنان بحط صورة امرأة؟ نحن نعتقد وديننا يحمي المرأة ليجعلها أعلى من هذا. يا أيها الإخوة، نحن لابد أن نتعاون مع بعضنا البعض، يعني هو الأمر رسالة لنا جميعا. ربما بعضنا، أنا أتفهم بعضنا، ربما يعني جرت هكذا العين ألفت شيئا، يعتقد بأن الأمر طبيعي، بس هو الحقيقة ليس طبيعيا، والله هذا يؤذينا ويؤذي الناس ويؤذي البلد، ونخاف أن نؤذى جميعا وأن يحاسبنا الله عز وجل. ونحن نريد أن نحمي أبناءنا ونحمي بناتنا، لأن بداية الطريق هنا، بس نهايته في أماكن من السوء يقع فيها أبناؤنا وبناتنا. هذه أيها الإخوة بعض العادات والهوايات والأعمال التي تؤثر سلبا على العفاف. أنا أسأل الله عز وجل أن يلقي الله عز وجل في قلب كل واحد فينا أو من يسمع
هذا التسجيل من أجل أن يراعي أعراف هذا البلد وحرمة هذا البلد. وهذا البلد سوريا فيها عندها عفة، نحن ورثنا العفة عن آبائنا، ورثنا العفة عن أجدادنا حتى صارت فينا أصيلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.